ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انت مش ممكن، مش ممكن. اه كده صح، عشان كده قابلتي لمار وحش، عشان كده قلت لها مش عايزه اسمع حاجه ولا اعرف حاجه. انت اللي كنا بنعتبرك واحده من العيله، انت اللي وقفنا جنبك وخدناكي في حضننا. حضرتك، حضرتي يا وزفتي. لا ده مش كده وبس، انت كمان لعبتي لعبه قذره. ما سمحلكيش. تسمحي لي ولا ما تسمحيليش؟ ولا انا هقول ايه؟ انت من بيئه واطيه، الواد وابوه عشان لو ده فلت تجيبي التاني على ملا وشه، مش كده؟ مش صح. انا لو كنت بفكر كده كنت كنت ايه؟ الحمد لله، الحمد لله انك ما اتجوزتيش الاتنين في وقت واحد، الحمد لله. لا كفايه كده، كده زياده قوي. انا لسه محترمه حضرتك عشان ايه؟ اوعي تقولي عشان اللي كان منا ولا عشان فضلي عليكي. انا فضلي عليكي وبنتي وابني فضلهم عليكي. انا ما حدش له فضل عليا. سما خير، ايه اللي جابك دلوقتي؟ اللي جابني دلوقتي ربنا عشان اشوف المصيبه اللي احنا فيها. سما بعد اذن حضرتك، يعني احنا دلوقتي مفيش بينا اي علاقه، مفيش بينا اي حاجه، يعني تسمح لك تكلميني بالطريقه انا دي؟ مش بتكلم عليا انا وانت، انا بتكلم على موضوع تاني خالص. يا بيه يا اللي ماشي ورا دماغك ومش عارف الدنيا فيها ايه. لا 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 الطريقه دي لا، لو سمحتي انا كده ممكن اتكلم معاكي بطريقه مش كويسه. قولي للبيه ولا تحبي اقول له انا؟ هتقولي على ايه بس؟ لا لازم هي اللي تتكلم. ايه يا حبيبتي، مكسوفه ولا ايه؟ يلا اتكلمي. هو انت مش عارف ان سعيد عايز يتجوز؟ انت جايه هنا عشان تقولي لي كده؟ عارف ولا لا؟ عارف يا ستي، عارف. قال لي. كويس قوي. وقال لك بقى مين اللي بيجري وراها وهيموت عليها؟ لا ما قاليش. الهان الهانم؟ ايه ده؟ هو انت ما عندكش خبر ان سعيد قال لسمر انه بيحبها وبيموت فيها وعايز يتجوزها؟ ما عندكش خبر كمان ان سعيد طلب من لمار انها تقربهم من بعض؟ ما تعرفش انه طلب مني اني اروح اقنعها؟ بس يا خساره، ابو اتجوزها اللي سبق اكل النبأ صحيح. ولا هنعمل بقى زي الافلام ونقول انه ضحك عليكي، ولا نقول ان انت كنت محتاجه تخرجي من الحاره اللي كنت عايشه فيها تعيشي في مستوى مختلف، ولقيتي قدامك فرصه واحد زي الفل اهو، صاحب دار نشر، وانت عندك طموح الشهره وهو الطريق الوحيد اللي ممكن تاخديه وتمشي فيه عشان تحققي كل احلامك. لا هو ايه اللي لا؟ لا مش صح. ليه؟ ليه خبيتي عليا ان ابني بيحبك؟ عشان ما كنتش عايز اخسرك. ده مش مبرر. بس بالنسبه لي ده مبرر قوي منطقي جدا. بالنسبه لها يعني هي قررت المناسب ليها، اللي هي شايفاه صح عشان تعمل اللي هي عايزاه. انا عمري ما فكرت في ولا كلمه انت بتقوليها دي. امال ايه؟ عايزه تقنعيني انك بتحبيه؟ عايزه تقنعيني انك بتحبي واحد قد ابوكي؟ انا لو كنت ما بحبوش كنت اخترت سعيد من اول يوم، كنت هتقفي جنبي وترحبي بجوازي منه، كان هو هيحارب الدنيا كلها عشان ابقى جنبه. لو انا كنت بدور على الفلوس والشهره زي ما هي بتقول كنت وافقت على سعيد، كنت هوصل لها اسرع. بس انا اخترتك عشان عايزك انت. يا ترى ليه؟ عشان بحبه. احساس يمكن عمرك ما عرفتي في حياتك. يا ترى بقى صدقت الهانم بعد اللي عرفته ولا فوت؟
ليه خبيتي علي؟ عشان ما كانش ينفع اقول لك. وليه بقى ما كانش ينفع تقولي له؟ ممكن لو سمحتي تسكتي، مش عايزه اسمع منك ولا كلمه. لا، انت لازم تسمعي مني كل الكلام اللي انا عايزه اقوله، لان الكلام اللي انا بقوله هو الحقيقه اللي محدش عايز يسمعها. انت عايش كانك ابن العشرين، مش عايز تاخد بالك انك كبرت وبقى عندك اولاد لازم تاخد بالك منهم ومن احلامهم. نسيت ان اللي يقولك بحبك وانت في السن ده لازم يكون وراه حاجه وعايز منك حاجه، وعلى قد ما هيتنازل عشان يبقى معاك على قد ما هياخد منك. كنت كل ما اتكلم معاك تتريق عليا كاني مش فاهمه حاجه في الدنيا. كل ما اقول لك خلي بالك احنا كبرنا تزعل وتسيبني وتمشي. كنت عايز تعيش حياه مش بتاعتك وزمن مش زمنك. كفايه بقى كفايه. لا لازم تسمع. لا مش هسمع، مش هسمع، لان كلامك غلط. انا الغلط مش عندي، لا عندك انت. طول عمرك شايف الدنيا بعينيك انت وبس، حاسه ان الدنيا خلاص انتهت واحنا لازم نتركن على جنب ونتفرج عليها. انا مش غلط، مش غلط، حتى لو كنت، حتى لو كنت حبيت سمر، حتى لو كانت خدعتني وضحكت عليا، فانا مش معناه اني غلط. انت لسه بتكابر. لا انا مش بكابر، انا مؤمن، مؤمن اني كنت صح ولسه صح. مش عيب ان احب من كل قلبي، مش عيب ان احب اعيش الحياه مهما كان سني. العيب ان اكون زيك انت، عايش وقاعد مستني الموت. كل الدنيا ما تفتح لي باب اقفل على نفسي وابقى خايف الناس تقول عليا ده كبر وخرب. انا مش غلط لما حبيت سمر، حتى لو كانت خدعتني، حتى لو كانت خبت عليا. العيب فيكم انتوا الاثنين. انا مش متضايق من سمر علشان طلعت عكس ما انا متخيل، لا دي مشكلتها هي مش مشكلتي انا. مش هطلب منك تغيري اي حاجه في دماغك، لان مهما عملت مهما قلت هتفضلي زي ما انت كده. انا الصح وانتوا الاثنين غلط. علي استنى استنى، كده ليه كده؟ الله يسامحك. الله يسامحني على ايه؟ هو انا اللي خربت البيت وخنت الثقه اللي اهله ادوها لك؟ واضح انك مش واخده بالك ان انت اللي خربتي بيتك. واضح مش واخده بالك برضو ان انت سبب في الطلاق، انك انت اللي خليتي علي يسيبك. انا مش هغلط غلطك، مش هغلط غلطك. سمر، أنا شايف إن إحنا الاتنين لازم نبعد عن بعض. بس أنا مش هقدر أستغنى عن الحل الوحيد إننا نبعد عن بعض. أنا مش هقدر. ولا كمان مش هقدر. نسافر نبعد عن هنا. أبعد عن مين؟ عن ابني؟ أعمل إيه لما أشوفه؟ أقول له إيه؟ أنت ما كنتش تعرف. كان لازم أعرف، كان لازم أفهم، كان لازم ألاحظ أنا أبوه. طب قوله إن أنا اللي خبيت عليك. سمر، سيبيني لوحدي. كده بقى اكلمك. لو سمحتي سيبيني لوحدي دلوقتي.